السلام عليكم. احنا في محاضرات بعتناها على اللينك بتاع اليوتيوب، منهم محاضره الكربريتير، هعدي عليها كده بسرعه عشان بس نشوف الحاجات المهمه اللي فيها اللي ممكن تيجي في الامتحان، وهنكمل بقى على الباب ده، نخلص الباب الرابع النهارده، المحاضره الجايه ان شاء الله ناخد الخامس ونشوف ان كان هنقفل على كده ولا لسه في محاضره بعدها يعني، بس اعتقد هنقفل على كده يعني. دكتور صلاح اسمه محطوط مشرف بس. كربريتير، ناس كتير من الناحيه دي كده عارفين اسم الكربريتير يعني، والناس من الناحيه دي بقى. الكربريتير هو ما عادش بيستخدم بصوره كبيره، من الثمانينات كده تقريبا بدا يختفي في تصميمات المحركات، لكن الحقيقه هي دراسته مهمه لان هو فيه شويه افكار حلوه. الكربريتير ده حاجه صغيره كده قد كفه ايدك، جواها شويه افكار هندسيه حلوه، فلو حتى ما بتطبقش هنعدي عليه لان هو فعلا في افكار تستحق الدراسه، غير ان هو لسه مستخدم في بعض المحركات، لسه في محركات موجوده اصلا قديمه في السوق كلها، في نيه لعدم استيراد السيارات لفتره طويله اصلا في مصر، فيبقى العربيات المستعمله هي سوقها هينتعش، فيبقى الكربريتير ايه؟ هنشوفه كتير يعني، بدل ما هيترمى هنشوفه كتير. ده اللي انا قلته، ان الكربريتير ما عادش بيستخدم بصوره كبيره من الثمانينات، هو وظيفته ان هو يوصل شحنه الهواء والبنزين للاسطوانات مخلوطين خلط جيد والنسبه صحيحه. الاير تو فيول ريشيو اللي متصممه للمحرك ده هو المسؤول انه يوصلها بصوره صحيحه على مدار كل ظروف التشغيل. احنا قلنا ان ظروف التشغيل العاديه اللي هو الريتد بتاع المحرك، في ظروف بقى اخرى المحرك فيها بيبقى عنده شويه مشاكل زي بدايه التشغيل، التشغيل في الظروف البارده، وانت واقف، الايديال اللي هو السلانسيل والمحرك واقف، مش دايس البنزين، دوسة البنزين دي اللي بتفتح البوابة اللي بتودي كل حاجة، طب هيشتغل ساعتها ازاي؟ السرعات العالية اللي هو بتحتاجها لحظات معينة، عايز سوبر باور في لحظة معينة، هنشوف الكربريتير بيتعامل مع الحاجات دي ازاي؟ ده تركيب الكربريتير، فكرة عمله هو فينشوري برنولي ايكويشن اللي هو علاقة عكسية ما بين الضغط والسرعة. لو انا وصلت لسرعه معينه البريشر هينخفض، فعباره عن مجرى هوائي جواه اختناق اللي هو الفنشوري اللي هو الجزء بتاع ايه الفنشوري ايه ده، الاختناق ده لما يمشي الهواء فيه، احنا هنحكي دلوقتي الظروف العاديه بتاع التشغيل، لما الهواء يمشي فيه هيجي في الاختناق ده ضغطه سرعته هتزيد قوي، ضغطه عكس يبقى هينخفض، فيحصل هنا فاكيوم، هو داخل بضغط جوي فينخفض فيبقى ضغط تفريغ. واصل هنا الخزان ده غير خزان العربيه، غير خزان المحرك، ده خزان ثانوي خاص بالكربريتير واخد من الخزان الاساسي. الخزان ده في فتحه فوق كده، ركز معايا، متوصله بالضغط الجوي، يبقى السطح ده او الخزان ده ضغطه ضغط جوي. في كابيلاري تيوب، في انبوبه اهي واصله لهنا، الحته اللي هنا دي اللي هي جوه الفنشوري اللي هو السرعه عاليه والضغط بقى مفرغ، بقى تحت الضغط الجوي، بقى في هنا فاكيوم، بفرق الضغط يخرج السائل من هنا اللي هو الوقود للنقطه دي. اي حاجه مضغوطه بتروح لضغط اقل منها فاكيوم، بيحصل حاجه اسمها فلاش، ترزيز، تكسير لجزيئات الوقود، يبقى انتقل الوقود من الخزان راح في مجرى الهواء، مش اتنقل بس، ده اتنقل واتكسر لقطرات صغيره جدا، عشان اولا يحصل خلط جيد، ثانيا احتماليه ان في بخار، خلي بالك احنا قلنا دايما ان البخار بتاع الوقود هو ده اللي بيتحرق مش السائل، فلازم امر بمرحله التبخير وبعد كده الاحتراق. كل ما القطره كانت صغيره يبقى معرضة أكتر إن هي تتبخر. لو فاكرين في نظرية الاحتراق كان في مسألة كده اللي هي الدروبلت بروبلم، إن أنا عايز القطرة صغيرة قوي عشان تتحرق بسرعة عشان تتكسر بسرعة. يمر هنا الهواء مع
الوقود بعد ما اتخلط يروح على المحركات. دي الفكرة العامة لعمل الكربراتير في الظروف العادية. دي المكونات بتاعته. فتحة اللي تحت دي اللي هي الثروتل بي فالف ده، ده اللي مع دوسة البنزين، ده اللي متوصل مع دوسة الرجل، ده اللي بتزود بيها السرعة وبتقللها. أول ما تتفتح يبدأ يحصل السريان ويبدأ يحصل الفاكيوم بريشر. هنبدأ نشوف مكونات بقى الكربراتير ده شكله في الطبيعة. هنتكلم بقى على اكتر من مكون من مكوناته. اول حاجة اسمها الفيول ميترنج فالف اللي هو موجود هنا ده. ده بيستخدم في حالة ان المحرك واقف، مش المحرك واقف، العربية واقفة بس دايرة، فيبقى الدوسة ما فتحتش البوابة، فما بقى ما فيش كمية هواء معدية. ففي عندي حاجتين، اول حاجة الميترنج فالف ده، ثانيا الايديال سبيد ادجستمنت دي، نتوق كده طالع ما بيخليش البوابة تقفل للنهاية. فيبقى حتى لو انت دايس مش دايس على البنزين يبقى فيه ممر صغير بيمر منه الهواء، فيبقى الفاكيوم هيتنقل بدل ما هو هنا هيتنقل في المنطقة دي. طب هو ما خدش، هو خد وهو معدي، لان ما فيش فرق بريشر، فرق البريشر حصل هنا، لذلك معمول فتحة ان يوصل وقود هنا. طب ده في حاله الايديال او ان انا واقف. طب لما اكون العربيه ماشيه الفتحه دي بتودي برضو، بس بتبقى حاجه ثانويه خالص، جزء بسيط خلاص ما عادش ليه لازمه جنب الجزء الاساسي اللي هيجي من هنا. الفاكيوم الاساسي هيبقى هنا. كمان الفتحه دي بتضمن لي ان انا مع بدايه التشغيل كميه الهواء قليله، فيبقى كميه الوقود هتبقى قليله، فعايز عشان الاحتراق يحصل عايز ريتش ميكشر، عايز خليط غني بالوقود عشان يعمل الاحتراق، فلازم دي. مفتاح ده ساعات بيبقى جنب السواق كده، في مفتاح يقول لك بعلي المكنه واوطيها كده، ده المفتاح ده، ده اللي بيودل ده ان انا اظبطها. احيانا حتى صوت المكنه بيفرق من ده. يبقى الفول ميترنج فالف والايديال سبيد ادجستمنت دول مستخدمين في حاله التوقف او السرعات البطيئه. طيب الكولد ستارت، ايه اصلا مشكله الكولد ستارت؟ البدايه البارده للمحرك. اولا المحرك كله بارد، فاي طاقه هتتولد هتروح ناحيه اجزاء المحرك، المعدن وزيت التزييت وميه التبريد كله هيروح ناحيتها، فالاحتراق ما بيبقاش جيد، كميه الحرارة اللازمة للتبخير مش موجودة، فبيبقى دايما عايز عامل مساعد. ففي شوك ثانية بتتفتح، مش بتتفتح بقى بتتقفل، هي مفتوحة في الظروف العادية بتتقفل جزئيا أثناء الكولد ستارت عشان تعمل بريشر دروب فوق البريشر دروب اللي موجود عشان تساعد ان كمية وقود تخش للمحرك اكبر. فدي فايدة الشوك اللي هي اتش اللي موجوده فوق. اكسلريتر بامب، البامب اللي هي التسريع، عندنا فيه اتنين بامب، في واحده اللي موديه للخزان الاساسي لخزان الكربراتير، دي اللي هي الفيول بامب، ممكن تكون الكتروني او ممكن تكون ميكانيكال شغاله مع عمود الكامات والعمود اللي بيدور بتاع المحرك الاساسي. في اكسلريتر بامب، دي اللي بحتاجها لما اكون عايز اسرع المحرك عن سرعته المعتاده، اللي هي الماكسيمم باور او الماكسيمم سبيد اللي ما بحتاجهاش غير لفتره زمنيه قليله. ففي اكسلريتر بامب زياده، دي بستخدمها بس اثناء احتياج سرعه اعلى. دي شويه حسابات خاصه بالكربراتير، كميه الهواء اللي بتخش فيه قد ايه، هو شويه رموز كتير فاختصروها في قانون اللي هو الاير تو فيول ريشيو اللي داخله للمحرك، اللي هي ام دوت اير على ام دوت فيول بيساوي الكلام ده. السي دي اللي هو الديستشارج كوفيشن، دايما انت عارف ان اي مجرى هوائي اي حاجه في الفلويد بيبقى فيه سريان نظري
ونتيجة وجود فالفات ووجود انحناءات ووجود شوية حاجات كتير بيبقى فيه نسبة بتروح مفاقيد، فبيبقى فيه حاجة اسمها كوفيشن اوف ديستشارج. العلاقة هي الباي والأوميجا اللي في الآخر متوضحين تحت. لو مسألة زي دي جت في الامتحان تيجي مسألة مباشرة والباي والأوميجا بيقولك في المسألة ما تحفظهمش، انت بس هتحفظ القانون اللي فوق، والمسألة لو جت بتبقى الباي والأوميجا معطى في السؤال. أسئلة في الكربريتير بتيجي غالبا يا إما المسألة دي يا إما بسألك عن نظرية عمل الكربريتير في عدة ظروف، في الظروف العادية، في ظرف الايديال سبيد، في ظرف الكولد ستارت، وهكذا الحالات اللي احنا قلناها من شويه. دي الاسئله اللي بتيجي في الكربريتير. اي حاجه في الكتاب او في البي دي افات او في المحاضره فيها رسمه، فالرسمه مهمه جدا، بتقلل نسبه الكلام وبتوضح ان انت فاهم. يعني رسمه الكربريتير تبدو لك صعبه، لكن هي لو انت فاهم الموضوع هو اي مجرى في فنشوري وخزان جنبه ومعدي منه كبير التيوب، فرسمة الكربريتير نفسها مطلوبة لو جه عليها سؤال. حبيت أوضح ده، الباقي بقى موجود في المحاضرة وموجود في الشرح بتاع اللي موجود على اليوتيوب. هنكمل في الباب ده، احنا لسه بنتكلم عن كيفية دخول الهواء والوقود الاير اند فول اندكشن داخل المحرك. بالنسبة لدخول الهواء عندنا في حاجة اسمها شارجنج، شحن جبري، ان انا اضغط كميه هواء زياده داخل المحرك. ليه؟ عشان ازود الكفاءه الحجميه، عشان استغل نفس الحجم بتاع المحرك في ايجاد باور اعلى. يبقى السبيسيفيك باور اللي هو الباور منسوبه للحجم بتكون اعلى. انا لما هضغط الهواء كثافته هتزيد، كميته هتزيد، بالاير فيول ريشيو الثابته يبقى كميه الوقود هتزيد، يبقى كمية الحرارة اللي اقدر اخدها من الوقود ده هتزيد، يبقى الباور اللي هاخدها بنفس الكفاءة بتاع المحرك هتزيد. فده اسمه شحن جبري. الشحن الجبري ده له طريقتين، حاجة اسمها سوبر تشارجر وتربو تشارجر. السوبر تشارجر ان انا مركب كومبريسور في خط السحب، حاطط هنا ضاغط في خط السحب الانتاج بتاع الهواء اهو، يبقى بضغط الكميه هنا مباشره، ده السوبر تشارجر. طب التربو، التربو تشارجر هو ان انا خط العادم، العادم ده داخل بانثالبي، خارج بانثالبي، خارج بدرجه حراره وضغط وسرعه شويه حاجات كتير كده، فبستغلهم بحط في خط العادم تربينه راكب معاها على نفس العمود كومبريسور، العادم اللي يخرج يشغل التربينة يشتغل الكمبروسور يضغط لي كمية الهواء اللي داخله داخل المحرك. دي مقارنة بين محركات شغالة ناتشرال سبريتد، ولو طبقت عليها التربو تشارجر هتلاقي فيه نقلة كبيرة قوي في التورك. يعني التورك كان مع السرعات كده، لكن لما ركب تربو تشارجر على نفس المحرك ونفس السرعات ونفس الحجم على التورك، كذلك الباور علت من هنا لهنا تقريبا بيزيد من نسبة 20 ل 30% عن الباور الأصلي. ده شكل السوبر تشارجر. مزاياه وعيوبه، أول عيب من عيوبه إن هو راكب على الباور بتاع المحرك، راكب على العمود بتاع المحرك، فمش هيشتغل ببلاش، مش هيضغط لي ببلاش، لا ده هياخد مني طاقة من المحرك، فيبقى هو حمل على المحرك، لكن الحمل اللي هو بياخده بيبقى اللي بيطلع منه أكبر، فيبقى هو معوض القصة دي، لكن مازال هو حمل على المحرك. هنا ده الكمبروسر بيتوصل بسيور أو أيا كان من نوع كلتش، جير، تروس، أيا كان نوع التوصيل، فهو حمل على المحرك نفسه. من احد عيوبه برضو اللي هو الهاي كوست، بيبقى تكلفه اعلى، الوزن اعلى، في ضوضاء، لان دايما صوت الكمبروسرز بتبقى خصوصا الكمبروسر اللي شغال على الهواء بيبقى صوتها عالي. لو رحنا محطات الكهرباء هتلاقي وانت واقف في محطه كهرباء اصلا الناس مش بتسمع بعض عشان كله جاي من صوت الكمبروسر بتاع الايه المحطه نفسها. مشكله الكمبروسر ان هو جزء لا يتجزأ من المحرك، يعني المحرك جاي بسوبر تشارجر،
هشغله او افصله بحيث ان انا افصل الكلتش او هشغله تاني، لكن المحرك جاي جواه سوبر تشارجر. التربو تشارجر لا، التربو تشارجر ممكن اركبه للمحرك وممكن افكه، لكن السوبر جزء من مكونات المحرك ينفع افصله، افصل التشغيل عنه، افصل دورانه، لكن ما اقدرش اشيله من المحرك نفسه. مزاياه، الميزه الكبيره فيه اللي هو الفيري كويك ريسبونس، اللي هو انا عايز اسود السرعه فدوست الدوسه الزياده في البنزين، هو حس بيها في نفس اللحظه لان هو كومبروسور راكب على خط السحب، فيبقى الاستجابه بتاعته اسرع. طب تفرق ايه معايا الاستجابه الاسرع؟ في التطبيقات اللي عايزه استجابه اسرع، زي عربيات السباق، هو عايز في نفس اللحظه اللي يدوس فيها المحرك يستجيب معاه ويدوله السرعه اللي هو عايزها. على عكس بقى التربو تشارجر، التربو تشارجر بيبقى فيه حاجه اسمها اللاج ريسبونس، اللاج ريسبونس، لان هو انا دوست بنزين زياده فخرج عادم زياده فشغل لي التربينه في الدوره اللي بعد اللي انا عايزها، اللي بعد اللي انا عايزها دي حاكم مش دقيقتين ثلاثه، ده جزء من الثانيه، لكن في تطبيقات بتفرق، الطلعه دي بتفرق، في منحنى في سباق تفرق، في السباق كله اصلا اللي هو مثلا بيبقى مسافات قصيره تفرق. فعيوب التربو تشارجر هو اللاج ريسبونس. دي شكل الثيرموداينامك بتاع السوبر تشارجر اصلا، ايه اللي بيحصل لو عندي ضغطين؟ هو بيرفع من واحد لاثنين اس اللي هو الايزنتروبيك، لكن هو عشان اي كومبروسور او اي تربينه لازم يكون فيه مفاقيد، فبروح لحاجه اسمها اثنين اكشوال، ودي التي اس دايجرام. ده هيودينا لنقطه ثانيه، انا لما رفعت ضغط الهواء اللي داخل اجباري رفعت درجه حرارته، واحنا ملزومين بمينيمم تمبريتشر وماكسيمم تمبريتشر. اي دوره في السيرمو انت محكوم بالمينيمم والماكسيمم، والمنحنى بتاعك بيترسم في الحته دي، كل ما اللي تحت السنك ده نزل لتحت واللي فوق ده علا لفوق يبقى انت عندك سماحيه انك تطلع شغل اكبر، كل ما يضيقوا يقربوا من بعض يبقى انت السماحيه بتاع الشغل الاكبر قلت، لان المنحنى ده او المساحه اللي تحت المنحنى دي هو الشغل بتاعك. طيب انا عليت الارضيه بتاعتي يبقى كده مش هقدر اضغط الار كومبريشن بتاعتي، مش هقدر اجيبها كلها. لذلك اي سوبر تشارجر معاه افتر كولر، معاه مبرد، لازم يبقى بعده مبرد على طول، لازم استخدم حاجه اسمها افتر كولر. افتر لان انا بعد ما رفعت درجه حرارته وضغطه هبدا انزل درجه حرارته بس مع ثبوت الضغط، المبادلات الحراريه بترفع الحراره وبتقلل الحراره مع ثبوت الضغط. طبعا ثبوت الضغط دي كلمه نظريه، هي بتقلل بس مجرد بس البريشر دروب في المواسير، فيبقى هرجع تاني اقلل درجه حرارته عشان استفاد من الطاقه القصوى للشحنه بتاعتي كلها. فيبقى اي سوبر تشارجر او كمان تربو تشارجر لازم وراه افتر كولر. دي حسابات الكفاءات، عندك كفاءة الوحيدة اللي موجودة اللي هي كفاءة الايزنتروبيك اللي هي داخل الكمبروسور نفسه، وعندك كفاءة تانية بتاع التوصيل الميكانيكي ما بين المحرك والكمبروسور. يبقى في كفاءة ميكانيكية اللي هي الانتقال اللي هو الطاقة اللي هو خدها، وفي كفاءة داخلية للكمبروسور نفسه. الكفاءة الميكانيكية هي الشغل الفعلي اللي راح للمحرك على الشغل اللي انا خدته من المحرك نفسه. كمان الافتر كولر ده بيبقى له افكتفنس اللي هو اقصى حراره كنت تاخدها ان هو التي كولنت اللي انا مدخل بيه، اللي هو لو كان نفترض انه ميه هيوصل عند درجة حرارة اللي هي اعلى واحدة، لكن انا ما وصلتش للفرق ده نتيجة مفاقيد انتقال الحرارة. ده التربو تشارجر. اللي فات ده كان السوبر تشارجر. ده التربو تشارجر قلنا بيشتغل على تربينة كانت في خط العادم راكب معاها على نفس العمود كومبريسور. اكبر ميزة ليه اللي هو شغال على الويست انرجي. شغال على
الطاقة كانت مفقودة، فمش هدفع فيه فلوس. المزايا بتاعته، اولا هو وزنه اقل من التاني، ثانيا ان هو ينفع يتفك وتحط تاني. من احد عيوبه بقى كمان اللي ما قلناهاش، بيعمل حاجة اسمها باك بريشر، ضغط خلفي على المحرك نفسه، فلازم بيتعمل حسابها في التصميم. ومن عيوب اللي هو اللاج كوفيشنت، لكن استهلاك الوقود بتاعه بيبقى اقل، لذلك بتلاقيه دايما في التطبيقات اللي انا يهمني فيها الفلوس، زي التطبيقات الزراعيه كلها، مكن الري معظمه فيه تربو تشارجر عشان عايز اوفر كميه وقود. نفس طريقه السيرمو، بس هنا بقى امشي معايا وانت ماشي كده. الاول تربينه، يبقى فيه افيشنسي ايزنتروبيك للتربينه داخليه. بعد كده وصله ميكانيكيه ما بين التربينه والكمبرسور، يبقى فيه كفاءه ميكانيكيه ما بين الطاقه اللي خرجت من التربينه الى الكفاءه اللي راحت للكمبرسور. بعد كده كفاءه ايزنتروبيك داخل الكمبرسور نفسه عشان اوصل للنهايه. ففي ثلاث كفاءات بيعدوا معايا على ما وصل للكفاءه الكليه للتربو تشارجر كله. يبقى السؤال، ايه الافضل، سوبر تشارجر ولا تربو تشارجر؟ حلوه كده، ده اللي عمالين نقوله من اول المحاضره اللي فاتت، مش من اول السنه عشان ما بناش زمان. مفيش حاجه في التصميمات او في لو في حاجه افضل من حاجه احنا هنلغيه، فهو حسب التطبيق اللي انت عايزه. سوبر تشارجر تكلفه عاليه، فلوس اكتر، ولكن ريسبونس عالي سريع. تربو تشارجر تكلفه اقل، استهلاك وقود اقل، وفي لاج في ريسبونس. انت عايز ايه هتروح لاي تطبيق. كانت فزوره معموله كده راحه في المحاضره يعني، فنعدي عليها طالما جت. الرقم اللي ناقص ايه؟ كام؟ ايه؟ فيش ألم؟ في ألم؟ رقم الناقص كام؟ اتنين صح؟ طيب، هي اصل المسألة دي كان خالد ابني، هو الوقت في أولى إعدادي يعني، وهو في أولى ابتدائي يمكن في الحضانة، كانت مسألة زي دي وهو كتب الرقم اللي ناقص كده. ده إيه؟ فأنا بقول له غلط يا ابني، أنت مش مركز. قال لا والله صح، مش انتوا قايلين لنا ان الواحد واقف مظبوط والاثنين بتبص عليه؟ فما نسيتهاش من يومها يعني. هو كتب ستة، ما عرفتش يحاسبه بقى لان احنا اللي غلطانين يعني. هي دي قياسا ان احنا كتير قوي بنقول قواعد او بنقول حاجات وفي الاخر بنكتشف ان هي كانت غلط او ما تتقالش بالطريقه دي. اوف، هبتدي تعلمه عيال صغيره. في محركات كتير تشتغل بنظام الديول فول، ان هو وقود مزدوج، يستخدم نوعين من الوقود في نفس المحرك، بس بيبقى له ده وقت وده وقت. بجهات كتير اللي هي بتسافر مصر اسكندريه، القاهره اسكندريه، معظمها بتلاقيه مركب غاز ومركب بنزين، وعنده زرار كده جنب بيدوس فيه يغير الاثنين. هتلاقي واحد فيهم استهلاكه اكبر في وقت عن الثاني. في السرعات اللي هي ريتد، اول ما يفتح بقى على الطريق ويطلع طريق مستقيم هيدانه ماشي على نفس السرعه، تلاقيه قلب غاز. اما يجي فيه مدخل بلد او مخرجها ولسه هيوقف وينقل مش عارف ايه وهيوقف وبتاع، تلاقيه راح ناقل بنزين. ده لان محركات اللي شغاله على الغاز بتديك سرعات منتظمه وباور منتظمه، لكن ما تديلكش عزم، ما تسعفكش كتير في المسافات الصغيره او مع الترك العالي. ف احنا بنستخدمه السبب الاساسي عشان نقلل تكلفه الوقود الاجماليه داخل المحرك. الحقيقه فينا عناوين كتير في المنهج، عايزكم بس تعرفوا ان العناوين دي موجوده، التفاصيل اقروها مش هسالوا عليها يعني في الامتحان. احنا هنا بس بنفتح
عناوين عشان لما تطلع بره في اي مكان تبقى عارف بس العنوان ده بتاع ايه وتدور عليه انت. زمان قالوا لنا كليه هندسه مش عارف كانوا بيضحكوا علينا ولا بجد يعني، اما نيجي نقول لهم دايما ما بناخدش عملي ما بناخدش عملي ما بناخدش عملي، فيقول لك ايوه احنا مش بنعلمك، احنا بنعلمك ازاي تتعلم. فحاول تضحك على نفسك وتطبق الكلمه دي يعني، بتفرق والله يعني. انت مش هتحفظ القانون بتاع الكربوراتير اللي كان من شويه ده، الفنشوري ما بتاخد في مسائل الفورتكس ومش عارف ايه في الفلوري والحاجات دي، انت مستحيل لما تروح في موقع ولا بتاع وتحتاج تكون حافظها. لكن عارف ان في قانون ينفع احسب بيه وينفع اخش على جوجل ادور على ايه، اما تمسك كتالوج وتقرا فيه انت عارف الكلام ده معناه ايه، شفته قبل كده، ما هوش لوغاريتمات بالنسبه لك. فانت لما بتكون مركز في الحاجات دي تعرف حتى تدور على ايه. عارف الخبير الاجنبي اللي بيجي عشان مش عارف في محطه كهرباء مستنينه ويصلح حاجه، هو خريج معهد فني صناعي هناك، فهو ما يعرفش اللي انت تعرفه، هو عارف يصلح دي ازاي. وتاني برضو لما بتروحوا بره في التدريب وتقابل مهندس تلاقيه عمال يقول معلومات، ايه يا عم احنا ما خدناش الكلام ده في الكليه. ايوه ما هو ما خدهاش، اللي بيكلمك ده ما خدهاش برضو، بس هو اما جه في المجال بتاعه ده، اما بقى مهندس تربينات قاعد في مجال التربينات بيقرا بقى في الكتالوج وبيقرا فيه كويس، فبقى بتاع تربينات بس، ما خدش المعلومات دي في الكليه، بس خد ازاي يعرف يقراها او يتعامل معاها. الامتحانات بتاع الماجستير والدكتوراه لو حد حابب يكمل المقابله بتبقى الشفوي، ما حدش بيسالك قانون ايه كذا وقانون ايه كذا، بيسالوا كلها في شويه اساسيات شويه فاندمنتال شويه بس الفكر، الضغط اللي بيقل مع بيبقى عكس السرعه، ازاي كفاءه محكومه بدرجات حراره، المعلومات اللي هي الاساسيه اللي احنا بنقولها دي بس. فاطمنوا يعني كل الناس ما بتاخدش عمل يعني، ولا بره برضه، ولا بره يا عم والله، بره اللي بياخدوا عمل اللي هم بتوع المعاهد، لكن فعلا الكليه بيبقى العمل فيها اقل. فانت دور على العمل انت يعني. في عندي حاجه اسمها سكيفنج، سكيفنج دي ترجمه بالعربي كده اسمه الكسح. انا وانا طالب في ثالثه جالي في الامتحان سؤال بيقول لي الكومون سكيفنج جيومتري زي ما هي بالظبط كده، انا ما عرفتش يعني ايه سكيفنج فسبت السؤال، فمش عارف انساه من يومها. ايوه هي عشان انا ما عرفتوش. يعني ايه سكيفنج؟ يعني كسح. ايه هو الكسح؟ ازاي اطرد العادم من المحرك، وخصوصا في التوستروك. في الفورستروك في فالفات بتتفتح في مواعيد وبتتقفل، لكن في التوستروك مفيش فالفات، ده بوابات ومعظمها ساعات في اوفرلاب مفتوحه مع فتح الانتيك داخل مع الاكزوت. ازاي بقى اضمن ان اطرد العادم؟ هو ده، دي اشكال تصميمات ازاي اطرد العادم من المحرك. ده اول حاجه اسمها كروس اسكيب، ان انا اصمم ان فتحه الدخول تبقى كروس قصاد مقابله لفتحه الخروج، بحيث الهواء اللي داخل هو اللي يزق العادم. واحيانا قلنا قبل كده بضحي بجزء من الهواء عشان اطرد كل العادم. الحته الصغيره اللي معموله في المكبس دي لمساعده على الطرد، تصميم معمول اصلا عشان يلف ويبدا يطرده وهو طالع، عايزه ياخد وقت اكبر داخل الغرفه عشان يطرد العادم. تاني حاجه اسمها اللوب سكيفت، ان انا بخلي الفتحه في نفس الاتجاه فبتدخل كده وتلف، ومحدش يقول لي ان هي هترجع من نفس الفتحه، لان الهواء والفلو بيشوف ليه عينين، ففي ستريم لاين ماشي وهو راجع مش هيقطع الستريم لاين، هو هيمشي في السكه الفاضيه. الفلو دايما ميه هواء اي حاجه بتدور على السكه السهله وهي شايفاها. يعني هو من هنا لو ضخيت كميه هواء هم من نفسهم عارفين ان في باب مفتوح هنا. عرفوا ازاي؟ مر الاول بمرحله اسمها الستيدي ستيت. في الاول الهواء هتلاقيه راح يمين وشمال لغايه ما وصل ان في فتحه هنا، هيبدا يخرج منها، يبدا كله الستريم لاين
يروح عن ده. لذلك حتى اي دراسه اي حاجه لازم تقعد فتره عشان الاستدي استيت بتاعتها. ده اسمه كروس، ده اسمه لوب سكيف، ده اللي هو اليوني فلو سكيف، ان هو بيخش من مكان وهيصد في الناحيه الثانيه ويبدا يخرج بفرق الكثافات لفوق. دول ثلاث جيومتري مخصوصين بالسكيفنج بتاع التو استروك. كده عرفنا يعني ايه سكيفنج لما تيجي في الامتحان. ماشي. انا في سؤالين ما حلتهمش في الامتحانات يعني عشان ما فهمتهمش. امتحان انتقال حراره مره جالي هوت دوج درجه حرارتها مش عارف كام، انا تنحت معايا كلب سخن ازاي انا مش فاهم. يعني هوت دوج هي ترجمت معايا كلب سخن، سبت المساله ومش فاهم يعني ايه. المفروض كنت تعديها اقولها هي حاجه سخنه درجه حرارتها وخلاص يعني. حواوشي ما انساهمش والله، وقفوا معايا يعني خالص وما رضيتش احل المساله اصلا. عامل زي امتحانات التبريد اما هتشوفوها بقى. الدكتور محمود عوض الله يرحمه كان بيديها لنا، فكان الامتحان لازم يتكتب بخط الايد ما بيثقش في الكمبيوتر، وكان الامتحان بقى طويل، ففي اخر مساله دي انت مش بتوصلها اصلا. ففاكر طالب بعد يمكن خمس ست سنين ما اتخرجت جايب لي المساله بتاعت امتحاني يوريها لي، قلت له اقسم بالله ما شفتها في الامتحان يعني وصلت لها اصلا يعني. نيتروس اوكسيد يعني ايه اكسيد النيتروس؟ حد بيلعب نيد فور سبيد؟ حاجات مش عارف اتلغت ولا لا، انا كانت ايامنا في زرار كده كان بيبقى فيه دوس على ال ان تي او دي. دي فكرته ايه؟ احنا بنحرق المفروض الاكسده يعني ايه؟ احنا نحرق ماده واللي هي الوقود بتاعنا باكسجين، لكن احنا مضطرين عشان مش عارفين نطلع اكسجين من الجو فبنجيب الهواء، فبيجيب معاه 79% من النيتروجين معاه واخد حجم وعمال داخل وما يتحرقش ويطلع ما يتحرقش، ولو الحراره زادت شويه يقوم متاكسد هو كمان ويطلع لي اكاسيد نيتروجينيه، فعمال شاغل لي المكان النيتروجين. طيب الفكره اللي طالعه حديثا دي اللي هي من سنين كتير يعني، اللي هو حاجه اسمها الاكسجين انهانسنج، ان انا ادخل اكسجين داخل المحرك، فدي احد الطرق ان انا اشحن اكسيد النيتروس اللي هو فيه كميه اكسجين. طب يبقى كميه اكسجين هتسمح لي بكميه وقود اكبر بالنسبه لنفس الحجم، يبقى هاخد طاقه اعلى من نفس الحجم، ودي طاقه لحظيه بسرعه في فتره اللي هحقن فيها النيتروس. طبعا معروف عيوبه ان هو اصلا محتاج ضغطه عالي اصلا، ممكن يحصل انفجارات، فيبقى التانك اللي هحط فيه اصلا عايز امنه، الخط بتاعه عايز امنه، المحرك عايز امنه، فيبقى هو وجوده فيه خطوره شديده على المحرك وعلى الشخص نفسه، فهو ما بيستخدمش غير في تطبيقات بسيطه جدا في الفيلم بس بتاع سبيد الاجزاء الكتير ده، هو اللي بيولعه في المحرك بعد ما يخلصوا دول. ولكن هو الفكره لازم تبقى عارفها، هو جواه اكسجين، فانا دخلت اكسجين فيبقى اعرف ادخل وقود قصاده تاني. هو نسبته يعني هنا في اللي انا هشحن بيه ده اكبر من نسبه الاكسجين في الحجم. ايوه طبعا. ايوه بس هو ازاي بيشف يعني ازاي بيفضل يدي المحرك لحد ما هو متحسنها يعني؟ تانك. لا ما هو مش بيدي بقى، ما هو احنا هما بيستخدموه في اوقات زمنيه بسيطه، هو عايز في اللحظه دي لمده خمس دقائق عشر دقائق يزيد شويه ياخد دفعه، فبيقوم مدخل الاكسيد النيتروس ده داخل المحرك ليه حاقن لوحده. ايوه فصل الاكسجين من الهواء بصوره مباشره تكلفته عاليه اكتر من وجود الاكسيد النيتروس ده، على فكره اللي هو غاز التخدير اللي بيستخدموه في المستشفيات اصلا يعني. ما بيفصلوش، ما هو برضه اكسجين داخل معاه نيتروجين. لا لا جوه مع درجه الحراره دي بتفصله. درجه الحراره انت مدخله على محرك شغال، فدرجه حرارته من 2500 ل 3000 اصلا، فهو اصلا خلاص هيحرق وهيعمل كل حاجه يعني.
هقول لك يعني حتى جواه طاقة كافية لتدمير المحرك. Enough power to destroy the engine نفسها يعني. ده شكل محرك اشتغل ب او شغال باكسيد نيتروز، يبدا نفسه المحرك المكبس من فوق يحصل فيه تاكلات وتدمير في المحرك نفسه، فهو بيقلل من عمر المحرك. تاني الباب ده فيه افكار تعرفها هندسيا لكن هي ما بتستغلش، ما بتستخدمش كتير في التطبيقات بتاعتنا اللي هي بتاع التطبيقات المحركات العادية. ده شكل فيول انجكتور بس خاص بالسي اي. في كلمتين دايما بتتقالوا في المحركات كده، حاجه اسمها سيتان نمبر واوكتان نمبر. مش عارف ليه اي مقابله شخصيه بتاع مهندس في اي حاجه بيسالوه على يعني ايه سيتان نمبر ويعني ايه اوكتان نمبر. فاحنا المره الجايه عايزكم تدوروا يعني ايه سيتان نمبر ويعني ايه اوكتان نمبر، هنقولهم المره الجايه بس دوروا عليهم يعني. ايوه مش الوقت، سيبها دور عليها. طيب ايوه والستان، طب ما انا بقول دوروا عليهم بقى. يعني ايه ستان نمبر ويعني ايه اوكتان نمبر، ممكن نضيف عليها كمان يعني ايه بنزين 80 وبنزين 90 وبنزين 92. هو هو ده، سيبها بقى يا عم بقى. نستنى باب الخامس. باب الخامس بيتكلم عن الاحتراق كومباشن، والاحتراق مش من وجهة نظر كيميائية. تخدت ده في نظرية الاحتراق، خليها من وجهة نظر فيزيائية اللي هو خطوات الاحتراق بتتم ازاي، مش الاحتراق نفسه، مش عملية الاكسرة بتتم ازاي. فهناخد المرة الجاية المحاضرة الجاية اللي هي المفروض تبقى الاخيرة الاحتراق داخل المحركات خطواته ايه. باب اللي فات ده الاسئلة اللي فيه معظمها نظري، في عندك المسائل اللي ممكن تيجي، مسألة زي بتاع الكربريتير، مسألة كانت في محاضرة مش عارف اللي خدناها ولا اللي خدناها على اليوتيوب اللي هي فيها حسابات الفالف سيت والفالف ليفت، مسألة بسيطة وهايفة جدا يعني بسيطة. يبقى المسائل اللي في الباب ده يا إما المسألة اللي هي بتاع الفالف ليفت يا إما المسألة بتاع الكربريتير يا إما الاثنين عادي يعني. مش هجيب مسائل على الكفاءات بتاع التربو تشارجر والسوبر تشارجر، الحاجات دي هتيجي أسئلة نظرية. أي رسومات أي مقارنات أي رسومات أي حاجة مع حاجة، كيرفات البيانية دي مهمة جدا بالنسبة للجزء اللي أنا هحط عليه الأسئلة اللي هو الباب الرابع والباب الخامس. الدكتور محمود بقى زمانه بي إيه؟ بيركز لكم على حاجات معينه يعني. من قصدي انا هتكلم عن اربعه وخمسه دول اللي هحط امتحان احط اسئلتهم واصححها، هو اللي هيحط اسئلته ويصححها، امتحان هيجي واحد يعني كده. خلصنا النهارده والمحاضره الجايه ان شاء الله تبقى اخر محاضره. تاني هو